السلام عليكم حبايب، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. طبعا اليوم جايب لكم فيديو كلش قوي، راح اسوي مقلب بامي، راح اخابرها اقول لها انه اني ما اريد زوجتي وطردتها خارج البيت، وارد اشوف حياتي هنا، ارد اشوف الزواج اجنبيه، اجيب جنسيه. هذاك في البدايه تسوي لايك للفيديو، خلينا نوصل هذا الفيديو اكثر من 10000 لايك، اعرفكم ما تقصرون. هلو هلو حبيبي، شلونك ماما؟ شلون صحتك؟ شلونكم وابويا؟ الحمد لله. شلون ان شاء الله تكون بخير؟ بدو القلب كذا. انت زين؟ زينه حياتي. شلونكم وابويا؟ انا مو زين شويه، مخثوث، رديت اخابرك. ليش حبيبي؟ اسم الله. ما صاير شي؟ صارت مشكله اني وزوجتي التو ليلو؟ اي. ليش؟ طردتها برا البيت و عفت ابني، وقلت له بعد ما اريدك اريد اطلقها. ها شنو علاوي؟ ها شنو هالحكي ماما؟ ما يعني انا ما مليت، انا اريد هنا، يعني جماعتي كلها متزوجين بنات اجنبيات وكلها ماخذين جناسي وبس اني. صدق تحكي علاوي؟ لو تشاقب لو مقلب لو شنو هذا؟ مقلب ايش؟ انا اريد اخذ جنسيه عمي، انا تعبت، تدرين شنو تعبت؟ يعني حتى هسه ما ادري، ما اعرف، انا طردتها اليوم الصبح، قلت لها ما اريدك بحياتي. لا ماما حرام عليك، تقبل هسه التحدي شو يسوي باختك؟ شنو الحكي هذا علاوي؟ انا اريد انت ما قاعد تفتهمين عمي، انا حتى على جنسيه ماما، انا على ابو جنسيه علاوي، لا تحكي شو حكي ابني. انت شو تحكين انت؟ يعني سنتين تدرين انا سنتين اخذ جنسيه هنا أنا واصير ملياردير؟ والله هلا هو جنسيه شو لك انت؟ عندك ولد ذهب؟ هو راح اعوفه، هو راح اعوفه يمي انا هسه، هو يمي و... لا لا تعوفه، لا جيبهم يمي اثنينهم، جيبهم يمي. تريد تتزوج روح تتزوج انت. المن اجيب يمك؟ يعني شنو المن اجيب يمك؟ اوقفي، جيب ليلى وجيب شو اسمه، جيب حي الدوره وجيب ليلى. انت صدق اقول انا اطلق؟ انا ما اعوف ابني، انا غير انا ابني يمي، هو شنو؟ انا راح اجيب له وحده هنا نمساويه تعتني بي وتربي. مطبخه شغلنا عمي، انا غير اهتم بالطفل، ايش بيك انت تحكين انت؟ على ليش تقهر قلبي؟ تراني من انا ما بيا حيل، والله من انا مريضه، تجي تحرق قلبي بهذا الحكي؟ يعني هاي جزاتها؟ هاي جزاتها الليله هيجي؟ هل قدرت حملت بالاكو ماكو هسه هاي نطردها بالشارع؟ شو تطردها بالشارع؟ ليش؟ ما اريد عمي، ما اريد، اني نانا معجب بوحده وبعد خلاص راح اتزوجها، حتى قالت لي ما اريد لا مقدم ولا مؤخر مثل العراقيات، قالت لي بس جيب لي خاتم بسيط وخلاص. مين هذه؟ وحده نمساويه، وقالت لي اعيشك ببيتي. والله عفي عليك علاوي، هاي احنا اخر زمن نقوم نظلم الناس، ايش شو كنت احنا ظالمين احد؟ خالك ظلم احد، خالتك ظالمة احد، شفت امك ظالمة احد، حتى هيك احنا نعوف بنات الناس. يابا انا عليها. انا خابرتش توقفين وياي شو؟ انا خابرتش توقفين وياي شو؟ طلعت ضدي؟ لا حبيبي، لا امو وابويا، انا اوقف وياك بالحق، بس اذا باطل انت لا والله ما اوقف انا وياك. هاي خلاص بعد شو اسوي؟ انا قلت له بعد ما اريدك وباكر توصل لك ورقه الطلاق، وفي مو لا في مو لا. ورقه الطلاق شنو علاوي؟ راح اطلقها منها من السفاره العراقيه. ليش؟ ليش؟ ليش لعبت دزيت عليها؟ ليش دزيت عليها؟ ليش من هناك ما خليتها تروح لامها؟ ما ادري انا بعد صارت هي ما ادري. صار شنو؟ شو تحكي حكي؟ انت عارف شي ابني؟ مو انا على مود، انا على مود حيدر يجي يمي، غير على مود حيدر اجيبه يمي. على مود حيدر يجي يمك؟ ايه. وش تسوي ويا ليلى؟ ليش انت علاوي؟ انت ماخذها على مود بس حيدر؟ ليش ما لها قيمه؟ شنو حيوانه هي؟ خمو حيوانه عيله، تخيل نحكي يا ساده حكي مخربط. شنو جايبها من هناك لهنا على مود تجيب لك ابنك؟ يا معوده هذا مقلب بيوتي وموقفي. انت هسه قاعدة تسجلين باليوتيوب واكو كاميرا مفتوحة. حد يشوفني هسه؟ حد يشوفني هسه؟ حد يشوفني هسه؟ مو يشوفك بس دشي ميت. لا علاوي صدق تحكي، لا علاوي ماما صدق تحكي والله. والله العظيم رد اشوف رايك ويوم قالت ارد اشوف اسمعها شو تقول، فحبينا هيك نسوي فد مقلب خفيف.
لك على وجدة راني ضربتني ما يسوي لي شيء. لا في دوا قلبك انا ادربك حبيبي والله انا ادربك يوم ما حياتي اروح لك في دوا ليش انا ما ادرب ابني انا شلون ربيته. لا بس عشيدش خوش خوش حكي حكي حكيتي دوا قلبك حياتي هذا فد شويه نزله ما شعر شوفي حزين يا يا غير اللايكات تتطلب يا امي اوكي اوكي اقدرك اروح لك مع السلامه قلبي ام وابويا الف سلامه جديات ودعت ابني لا متفقين على هذا المقلب ولا هاي طبعا قبل ما انهي الفيديو زوجتي مسويه قناه على اليوتيوب سوتها جديد راح تنزل بيها شغلات منوعه فلوقات هي نزلت فيديو بس مقدمه بالفيديو بس راح تنزل فلوقات جديده راح تشوفكم اوروبا راح تشوفكم شغلات حلوه باوروبا اللي يحب يتابعها واللي يحب يشترك بقناتها تلقون القناة بالوصف موجود تنزلون بالوصف او اول تعليق تطبون على القناة تقدرون تشوفون الفيديو اللي منزلته وراح تنزل فيديو فلوق الها باكر او عقبه اشتركوا بقناته اشتركوا بقناته خلونا نوصلها اكثر من 5000 مشترك اعرفكم ما تقصرون الكل يروح يشترك ماشي.